ولسه لينا كلام على الراديو 90 90، ولسه معاكم إمام مختار. وكل سنة وإحنا طيبين، وكل سنة وإحنا ناجحين، وكل سنة وإحنا كبار. مصر كبيرة قدام العالم كله. مصر دلوقتي في أي مكان في العالم تمشي وانت رافع راسك وتقول أنا مصري. هنتكلم اللينك ده على مرض ضمور العضلات اللي سيادة الرئيس النهاردة صرح وقال انه هيتم علاج هذا المرض على نفقة الدولة، وايضا كمان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والتبرعات لصالح صندوق تحيا مصر. ايه هو ضمور العضلات؟ يمكن الموضوع فجأة ظهر، فجأة ام من وجع قلبها على ابنها مش عارفة تعمل ايه، وما يعني ومش عايزة اقول لكم قد ايه يعني ايه ام تبقى واقفة متكتفة قدام مرض في ابنها او بنتها ومش عارفة تعمل ايه. فمن دقيقتها شيرت بوست وقالت انا مش عارفة اعمل ايه مع ابني، وعلاجه مفروض ما يكونش تم سنة، والحقنة بتلاتة مليون جنيه. فمين كام واحد في الدنيا معاه 3 مليون لحقنة واحدة؟ فعشان نفهم أكتر الموضوع، لأن ناس كتير بقى ما كانتش عارفة وفاهمة إيه ده، إيه موضوع ضمور العضلات، وإيه اللي بيحصل، طب وليه لازم هو عنده سنة من 6 شهور لسنة، طب والناس الكبيرة. معانا على التليفون وبعد كده هشرح لكم الدنيا بعديها برضو الدكتورة لبنى منصور، أستاذ طب الأطفال جامعة القاهرة ومستشفى أبو الريش وحدة الأمراض العصبية للأطفال. ومساء الخير يا دكتور لبنى. مساء النور، اهلا بحضرتك. زي حضرتك، كل سنه واحنا طيبين وحضرتك بخير والجميع بخير يا رب يا رب. ضمور العضلات يا دكتور لبنى، يعني في ناس كتير بتسمعنا دلوقتي ممكن يكونوش يعرفوا اصلا يعني ايه مرض ضمور عضلات. هو حضرتك هو مرض وراثي، القاعده الوراثيه بتاعته صفه متنحيه. نسبه حدوثه تتراوح ما بين 1 في 6000 الى 1 في 10000. صفة متناحية يعني ممكن الأب يبقى حامل لهذا الجين الوراثي والأم حامل لهذا الجين الوراثي، وحامل للمرض بيكون شخص سليم، ولكن يظهر المرض أو الصفة المتناحية في الأطفال. تمام، يعني أول حاجة نفهمها أن ممكن يبقى جين وراثي الأم أو الأب، يعني حاجة تاريخ وراثي، تاريخ مرضي. غالبا بيبقوا قرايب، ولكن برضو وارد أن هم ممكن بالصدفة يكون هو حامل للمرض والزوجة حاملة للمرض. تمام، وهم مش قرايب. تمام، لكن أكتر في الزواج الأقارب. طيب، هو عبارة عن إيه بقى؟ تفضل. هو عبارة عن ضمور في الخلايا الحركية الموجودة فين؟ في النخاع الشوكي بأكمله، من أول يعني النخاع الشوكي نفسه من فوق خالص، من أول الرقبة يعني لغاية آخر النخاع الشوكي، والخلايا الحركية أيضا اللي موجودة في جذع المخ. تمام، وبالتالي التأثير بتاعه بيبقى تأثير يعني الصورة الإكلينيكية قد كده بتكون صعبة ومتدهورة، لأن هي دي طبيعة الحال. ما ده اللي خلاني بقى ايه اسال، هل بيبان فتره الحمل مع السونار والكشوفات والفحوصات؟ مع السونار لا، صعبه شويه، ولكن يعني هم عده انواع، يعني هم في كذا نوع من هذا المرض، متوقف على يعني سن حدوث الاعراض. فعندنا كذا نوع منهم. النوع الاولاني اللي هو نوع زيرو، ده بيبقى يعني بدري قوي هيتولد الطفل بالاعراض اللي هنتكلم عليها. ايوه، الام بس ممكن تشكي ان هي حركه البيبي ضعيفه جدا او مش حاسه بحركه البيبي. تمام، ده اول نوع اللي هو زيرو. اول نوع اللي هو زيرو. تمام، انما تايب 1 وهو اكترهم، النوع الاول اللي هو بيبقى اكترهم واخطرهم، اللي هو بقى الاعراض اللي هو نمره 1، وغالبا الاعراض بتبان قبل سن 6 شهور، يعني هتبان في الشهر الاول الثاني الثالث، يعني في الفتره الاولى. طب ممكن نعرف ايه هي الاعراض؟ انا كأم دلوقتي بسمع عايزه اعرف ايه هي الاعراض اللي اشوفها او الاشارات. هي هتلاقي الطفل المفروض يعني برضو الام تبقى عارفه النمو او التطور الطبيعي للطفل بتاعها ايه الحركي، لان هو هذا المرض يؤثر على الحركه، واحنا ما اتكلمناش خالص عن انه بيأثر على التركيز او قوة الادراك او الانتباه. فهذا الطفل عنده قوة النباهة طبيعية جدا. احنا كل المشكلة عندنا حركية. تمام، فالام تبقى عارفة برضو الطبيعي في الحركة ايه، يعني الطفل بتاعنا البيبي بتاعنا يعني
بيصلب راسه امتى، بيقعد امتى، يعني مجرد بس حتى معلومات عن يعني التطور الطبيعي الحركي للطفل الطبيعي. يعني هو بيبقى تايب 1 المخ تمام، بيبقى عنده تنبيه وتمام، بس هي الحركه كل الانواع المخ بتاعنا سليم جدا. سليم ده طفل ذكي نبيه، ما فيش اي مشكله في التركيز، لكن هو الحركه مشكلتنا حركيه. الحركيه تمام، فهو بيبقى عنده تاخر، يعني الام ارتخاء في العضلات نتيجه ان المنشا بتاعنا فيه المشكله نتيجه الجين الوراثي. تمام، فهو هيبقى عنده ارتخاء في العضلات، تاخر في اكتساب العلامات الحركيه بالمقارنه طبعا لقرنائه، سواء قرايبنا او اصدقائنا او الام عندها خلفيه الطفل بتاعي ده التطور الحركي بتاعه هذا الارتخاء بيصاحبه برضو، لانه احنا بنتكلم على كل العضلات، عضلات التنفس برضو يبقى فيها ضعف، يبقى ان الطفل بتاعي ده ممكن يجيله تكرار لحدوث التهابات في الصد، يحتاج دخول مستشفى، يحتاج رعايه مركزه. قد نصل بيه الى ان احنا عايزين جهاز تنفس صناعي، نصل الى درجه اعلى كده، يعني قد كده الدنيا بتكون بتبقى باينة فيها مشاكل. مشاكل جامدة لنتيجة ضعف في عضلات التنفس. عضلات البلع برضه دي مشكلة تانية. أيوة. لأن الطفل مش قادر ان هو يبلع، هو مش قادر يكح، مش قادر يخرج اي افرازات او بلغم في صدره. تمام. فالأم أكتر واحدة بتلاحظ الحاجات دي، اللي هو يجي يرضع يرجع، يجي يتنفس صعوبة في التنفس. والدكتور كمان لازم يلاحظ، يعني الدكتور الأولاني اللي هيشوفه يحاول إن هو برضه يشخصه علشان ما نتأخرش عليه، طالما الحمد لله والشكر لله إحنا وصلنا إلى هذه المرحلة من القيادة الرشيدة والعلم والتطور إن إحنا نقدر نوصل إلى هذا العلاج الجيني المكلف جدا جدا. طيب ده زيرو، ده أول مرحلة زيرو. تايب 1 زيرو لا خلصنا. خلاص تايب 1 داخلين تايب 2 بقى. هندخل بقى على تايب 2. احنا قلنا تايب 1 هو أخطرهم. تمام. والحقيقة يعني معظم الحالات ما بيقدروش أبدا يقعدوا لحدهم، وما بيقدروش أبدا يبطلوا لأن هم يقفوا أو يمشوا. تمام. يعني احنا هنقف عند المرحلة دي. طيب. تايب 2 من الرقم 2 هو هيبقى الصورة الإكلينيكية هي بس أقل حدة. والحدوثه بيكون بعد سن 6 شهور. يبقى أنا أول 6 شهور قلناها النوع الأول. أيوة. النوع الثاني بنفس هذه الصورة بكل الكلام اللي احنا اتكلمناه، النظرة بتاعت الطفل بتبقى واضح جدا ان هو ذكي، يعني بيبان من نظرة، يعني ما تبصي في عينيه بيبان جدا ان هو قد كده ذكي، ولكن عنده هذا الضعف الشديد الحركي. تمام. التايب النوع الثالث بيبقى الاعراض اقل، يعني انا اهو بمشي من اول واحد كان اكثرهم، التايب 2 اهدى شويه، نمره 3 هيبقى برضو اقل، بس كلهم محتاجين للعلاج، كل الاطفال دي محتاجه للعلاج. وطبعا يبقى اقل في الحده، مشكله في الحركه، يعني ما لما بيتم سن بيبقى من 18 الى 24 شهر مشكله الحركه قائمه عندهم. بتلاقي الام بقى بتشتكي انه ما بيقعدش في السن انه المفروض يقعد فيه، يتسند، يقف، كل الكلام، يقف، يحبي، كل الحاجات الحركيه كلها متاخره. طيب دكتور لبنى، عايزه ندخل بقى على مده العلاج والعلاج بيتكلم. عشان نقول العلاج احنا لازم نشخص صح. تمام. يبقى نمره 1 الصوره الاكلينيكيه يساعدنا برضو في التشخيص، رسم العضلات الكهربائي وتوصيل الاعصاب. تمام. يساعدنا اكتر في التشخيص، او يعني يثبت تماما، هو تحليل الجين الوراثي. تحليل الجين الوراثي هو ده اللي بيقول كلمته على اساس لان احنا على اساس هذا الجين الوراثي كل التجارب الاكلينيكيه اللي اتعملت كلها مبنيه على هذا الجين الوراثي، يعني هذا الخلل في الجين او هذه الوقفه او الخلل اللي موجود ده، العلاج كله مبني على ان احنا نعدي هذا الخلل، او يعني نوصل حاجه تانية يعني تقدر تشتغل تديني جين سليم، طوله سليم، وظيفته سليمه، قادر على انجاز مهمته زي اي طفل طبيعي. يعني معلش انا عايزه افهم الحته دي، حضرتك تقصدي الجين الوراثي اللي هو الخلايا الجذعيه، يعني هل ده علاج بالخلايا الجذعيه؟ لا، احنا مش خلايا جذعيه، احنا عندنا نوعين من الخلايا، يا اما هي اسمها يعني علاج جيني. هو ده اسم العلاج، علاج جيني. علاج جيني، ايوه. هو ثلاث انواع. في واحد منهم بيتاخد عن طريق الفم. تمام. في واحد بيتاخد عن طريق الحقن
في النخاع الشوكي. تمام. يعني زي ما بنعمل اللي هو تخدير نصفي يعني جوه النخاع الشوكي. والنوع الثالث عن طريق الوردي. الوردي النوع اللي هو اللي حضرتك اللي اتكلمتي عليه اللي هو اللي عن طريق الوريد اللي هو سعره كل الملايين دي. هو بيتاخد وريد مره واحده في العمر. ده امتى بقى المفروض يتاخد مره واحده في العمر؟ ده هو المفروض يتاخد كل ما كان بدري كل ما كان احسن. وكل ما كان بدري ده يعني نشخصه بدري جدا او وصل او المفروض كمان ان احنا نشخصه قبل ما يحصل. وازاي؟ عن طريق ان احنا يعني طريقين، يا اما احنا عندنا حاله في هذا في هذه الاسره فانا بعمل بشوف بقى الجين الوراثي هل هو موجود في اخواته او في قرايبنا او في هذه الاسره، او يفضل ان احنا يوم ما الطفل بيتولد زي ما احنا بنعمل تحليل الغده الدرقيه وقت الولاده وبنديله العلاج المطلوب، احنا نعمل التحليل ده وقت الولاده تحليل الجين الوراثي. هو مكلف ولكن انت هتجيبي الطفل قبل ما يحصل له الاعراض، وده احسن وقت واحسن نتيجه تاخدي منها العلاج، لان قد كده العلاج مكلف. فيعني التكلفه بتاعه التحليل اللي هو عند الولاده مهما كانت مكلفه، يعني انت بتنقذي اسره كامله مش طفل لوحده. بس فعلا يا دكتور زي ما سمعنا ان الحقنه دي ب 3 مليون جنيه. الحقنه دي الوريديه دي هي الوريد 3 مليون دولار ولا 3 مليون جنيه؟ لان في ناس كتير بتتكلم في 3 مليون دولار. بس هي لما الشركه يعني الشركات يعني بتاخد وضع يعني امكانيات هذه الدوله فيه، يعني هي بتعمل حاجه اسمها يعني الفايده بتاعت الفايده اللي بتاخديها، او يعني علشان تدرسي وبتجيبي سعر كويس لهذه الدوله بتشوفي الدول المقارنه القريبه لينا في الدخل، وبتشوفي العلاج بتاعها كان قد ايه علشان تاخدي احسن سعر بالنسبه، يعني ممكن تاخدي احسن سعر بالنسبه لهذا العلاج، يعني ممكن يبقى سعره اغلى اقصد في اماكن ثانيه. تمام. ولكن انت بتعملي يعني value benefit pricing، يعني انت بتعملي تسعير اعادة تسعير للدواء ده عندنا، يعني الدواء اللي بالفم والدواء اللي بيتاخد في النخاع الشوكي. تمام. او الحقنة الوريدية. طيب بعد العلاج هل الطفل بيرجع خلاص طبيعي 100%؟ هي يعني الادوية دي كلها جديدة مبنية على تجارب اكلينيكية. اول دواء اخد موافقة هو اللي كان في ديسمبر 2016، فالوقت برضو لسه مازال قليل. تمام. دخل الاف دي اي موافقة الاف دي اي كان ديسمبر 2016، ووراه كان الحقنة الوريدية دي كانت في 2019، واخرهم هو كانت بالفم، يعني انا حدي علاج بالفم، وهذا العلاج هيبقى طبعا الجرعه بتتحسب حسب وزن الطفل وحسب سن الطفل، وممكن تتاخد في كل الانواع، يعني الانواع اللي ذكرتهم كلهم، والحقنه اللي هي في النخاع الشوكي بتتاخد برضه في كل الانواع. طيب دكتوره لبنى، الحقنه اللي هي بالملايين دي اللي هي اللي بتتاخد في النوع الاولاني تحت سن السنتين. تحت سن السنتين عشان الناس برضو تبقى عارفه ان الحقنه دي المكلفه قوي دي بتاخد مره في العمر. نحمد ربنا ونشكر فضله اللهم لك الحمد، وان الثلاث انواع ان شاء الله يكونوا موجودين متوفرين في سوق مصر. طب ده خبر، يعني ده خبر هايل، يعني الثلاث انواع الاجهزه كل الاجهزه اللي تعبت ودرست واشتغلت، يعني مش قادره اوصف لحضرتك المعاناه اللي احنا كنا بنعانيها. طبعا. But for sure we are big fighter and we never lose hope. يعني ايوه ابدا، احنا بس انا ابن مصر انا ضد الكسر، احنا ما بنفقدش الامل ابدا في اي حاجه. واللهم اشفيهم جميعا يا رب، واشفي كل مريض، وحالاتنا يعني فيها نجاح زي ما شفناه في التجارب الاكلينيكيه في الدول الاخرى. طيب اخر سؤال يا دكتوره لبنى، اخر سؤال، كل الامهات والاهالي اللي بيسمعونا دلوقتي على راديو 90 90، اللي حابين يتوجهوا المكان الخاص اللي انا اتوجه فيه لو ابني عنده الحاله دي، تخصص ايه واتجه فين؟ لان ساعات بيبقى هو تخصص يعني هو امراض عصبيه
بالنسبة لنا إحنا هيبقى الأمراض العصبية في الأطفال. تمام. طبعا كل الأماكن اللي إحنا شغالين فيها يعني مستشفى الأطفال أبو ريش غني عن التعريف. تمام. تمام. يعني نبتدي بكل المستشفيات الحكومية لأنه العلاج مفروض يبقى للجميع، يعني إحنا مش يعني طبعاً. كل طفل، وبعدين يبقى فيه في كل مستشفى إحصائية وفي إحصائية عامة لل يعني حالاتنا بنبعتها للإحصائية العامة للوزارة الصحة. تمام. يعني كل إحصائية عندنا إحنا يعني في زي لينك على طول بتوصل لهم، فالحالات كلها مسجلة خلال أعتقد السنتين أو ثلاث سنين حتى اللي فاتوا بعد ما ظهر هذا العلاج. يعني عندنا أرشيف محترم وداتا موجودة في مستشفيات الحكومة. كل نوع من هذه العلاج له يعني كل حالة لها العلاج المناسب. فأنا كأمة توجه فهعرف الحالات دي، أنا ابني الحالة مثلا زيرو، لا تايب 1 لا تايب 2 بالزبط. طب إيه اللي هيحصل، العلاج اللي هيتوجه. أنا بشكر طبعا. حضرتك جدا يا دكتورة لبنى، وحقيقي مصر بتقوم بيكو بالدكاترة الشطار لكل أطفالنا وأطفال العالم يا رب، يا رب. مصريين إن شاء الله لا نقل بإذن الله ان شاء الله في الفرصه دي يا رب نقدمها لكل اطفال. اللهم امين يا رب يا دكتور، وميرسي وكل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك بخير. شكرا. اتفضلي يا فندم. زي ما انتوا سامعين اهو، حبينا النهارده برضو يعني لان كل حاجه بتطلع جديده كده بنبقى مش فاهمين تفاصيلها. طب هو ايه؟ طب السن كام؟ طب ايه ده؟ وفعلا في حقنه ب$3 مليون. طب انا اعمل ايه؟ بس يعني نرجع تاني ونقول الله يبارك لك يا ريس، يعني نشكر ريسنا اللي قلبه معانا ومع كل بيت مصري مع كل أمة مصرية. اللي سيادة الريس النهاردة فاجئنا وبقينا مبسوطين وفي قمة السعادة ان كل أم قلبها واجح على ابنها، ولو عنده المرض ده ضمور العضلات تقدر خلاص هيتعالج، والدولة يعني هتشيلنا وهتشيل عيالنا. ألف مبروك ده خبر حلو طبعا، وألف مليون سلامة على كل طفل بيعاني من المرض ده، وإن شاء الله خير وكل اللي جاي خير. لسه